الحالات الاساسيه في كمال الصم هي البدايه، نتكلم عن الحالات الاساسيه في الحاله الصحيه بتاعتك كيف وطولك وكيف اللياقه بتاعتك. الحالات الاساسيه طبعا الاساسيه لما بقول حاله صحيه كيف نعرف ان عندك اصابه، عندك مشكله في الغضاريف، عندك مشكله في الكتف، بكل نوع الحالات الموجوده في المال. لقيناك سليم بعد ذلك بنحول الطريقه بتاعت النظام الغذائي، بنحول لك الاخصائي حتى نعرف نظامك الغذائي بتاعك كيف، انك تاكل كيف، بتاكل كيف، ونظامك كيف في الغذاء بتاعك. الطول لو لقيناه انه كويس مثلا 175 والوزن لقيناه 50 فلازم انت محتاج للزياده، يعني حنغير النظام بتاعك بالنظام بيديك لك الدكتور طبعا بحسب النظام بتاعت الغذاء بتاعك، لازم يكون فيه بروتينات عالية، الكربوهيدرات يكون عالي، والالياف بتاعك يكون برضه نفس الطريقه. فدي النظام بتاعت الزول المحتاج لزياده الوزن. اما الزول المحتاج اللي هو زايد وزنه وداير خفيف بيحاول يقلل من السعر الحراري بتاعته اللي الدهون فيه، ويحاول يقلل من السعر الكربوهيدرات. الكربوهيدرات بتاعها طبعا شمار المكرونه والشوفان والشعريه والحاجات دي بتوقف منها، والباص والحاجات دي فبيستخدم بروتينات اكثر من هذا. فطريقه التمارين بتاعته بتختلف من الزول النحيف والزول العاده. فنحن دائما موجود ان نتكلم الحالات الاساسيه بكمال الاجسام، انه موضوع الحالات الاساسيه هي الحاله الصحيه والطول والوزن بتاعك واللياقه بتاعتك. دي الحالات الاساسيه بنتكلم عنها، انه لازم نعرف شروطك والحاله الصحيه بتاعتك. بعد ذلك بنخش طبعا الصاله، بيحول لك للمدرب او المساعد المدرب، بيشوف طريقتك لياقتك كيف وكيف مرونتك وكيف زي ما بقول الحاله الصحيه بتاعتك كيف. بعد ذلك اول ندخلك اللياقه شوي، بعد ذلك بنعرفك على المعدات الرياضيه داخل الصاله، من اللتاف للظهر للكيست للحياة التعريف عن الحياة دي. دي حياة مهمة جدا من هذا أن تحاول توصل للزول إنه يعرف الأجهزة شنو والتمارين شنو والحياة دي. بعد ذلك توريه الجدول بتاعك. أول أسبوع اللي هو طبعا الناس بتشتغل معاه شغل بتاع تأهيلي، لأن بالنسبة للزول يا دوب بدأ جديد في التمارين، وكيف إنه يتعامل مع التمارين كيف في اللتاف للكيست للظهر للرجل للباي للتراير، كل أنواع العضلات الموجودة. اللي راح نتكلم عن تمرين الصدر باعتبار الكيس كيف تعريفاته وكيف انك تستخدم البار وتستخدم الطريقه بتاعت البنش كيف. فهنتعرف على تمرين بتاعت الكيس. طبعا وضعيتك لازم تكون قاعد في البنش تكون مرتاح على راحتك على ظهرك، والكريان يكون عادي. كنا بعد ما ربي رفع واحد كرة فوق ودي غلط جدا من هذا، الواحد يكون كريان موجود يكون عادي على الارض كويس، ويكون على البنش. يعني طبعا نتمرن على تمرين الستريت طبعا في المايل وفي المستوي. لما نتكلم عن المستوي والماي، المستوي براه والمايل براه، في حاجه بتكون ثلاث مجموعات في عشرات او خمس عشرات او 12 حسب العدات حسب الضغطات بتاعت التمارين. فحتى بعدك ممارستك بعدك بتكون في 10 في 8 في 12 في 15 حسب الضغطات والتمارين. اول حاجه بنلعبها الكيس هو طبعا شنو بالبار بنلعب التمايل. دي طريقه البار طبعا بتستخدم التمايل. بعد ما رجعوا البار ده لفوق في الطريقه بتاعت الكيس فيها خطر جدا من عندك، فالواحد لازم يستخدم البار يكون بطريقه وضعيه صحيحه. البار ده بننزل من الاسفل للاعلى، من الاسفل للاعلى. زي ما قلنا مثلا المجموعه فيه 8 او 10 او 12. دي حيوريني لها الكابتن طبعا هناك على التمرين كيف تستخدمه. الطريقه طبعا دي طريقه البار، اما الطريقه بتاعت الدمبل نفس الطريقه، الواحد بيشيل الدمبل برضه يشيله يحطها معاه في الوضعيه بتاعته. هنا طبعا من ادمن الدولار تحت غلط، دي طريقه الدنابل طبعا. لازم الوضع يكون الدنيا تكون مستقيمه وتكون سلك. نزل ترفع نزل. دي برضه نفس الطريقة بتلعب ثلاث مجموعات أو أربع مجموعات في عشرات. دي طريقة الدامبوت والطريقة الصحيحة. احنا طبعا بعض المرات بيضلوا اليدين برا، فده غلط جدا من هذا الواحد ما يطلع اليدين، يعني بتأثر على الكتف الأمامي وبتعمل وسط الإدارة في الأربطة بتاعت الكتف، فالناس بتحاول تستخدم التمارين يكون طريقة وضعية صح. دي التجميع بتاعت الكتف باعتبار الطريقة بتاعت الدامبوت. أما بعدك بنتحول للجهاز بتاعت الكتف. برضه في ناس بتستخدم الحاجات دي سريعة طبعا، في الطريقة بتاعت الجهاز فالواحد يستخدم التمرين بطريقة مريحة. فلازم تكون مرتاح، الجهاز بعض المرات بيكون نازل تحت تكون نازل على الحزام، بيأثر على الكتف، فالواحد بيكون بتوازن مع الكتف. الكتف بيكون ماخذ راحتك طبعا. طبعا برضه أربع مجموعات في عشرات، هي أربع مجموعات في عشرات أو ثلاث مجموعات في عشرات، حسب ضغطاتك أو حسب ممارستك للتمارين. فالشيء الأساسي من الموضوع برضه التمرين دبر الكرة، برضه في ناس استخدامه برضه بيحاولوا يستخدموا التمرين غلط فيه. فالواحد بيكون دائما يديه يكون لجوا، فهي استخدام دبر الكرة لازم تاخذ راحتك. ليه؟ عشان العضله هي باعتبارها زاويه، فانت لو ضربت الزاويه بتاعت العضله هي بتبنيها، هي بيقول لك بناء كمال الاجسام. الجسم ده عباره عن زي البناء، يعني انت ممكن الليله لو ما بنيت الحاجه كويس او الطوب ما اخذت دراستك الوضعيه الصحيحه، العضله ما بتبني معاك، فانت لازم تدرب على العضله عشان ما تعمل اثار في العضلات او تعمل اثار في العصب او في التمزق او مشكله في الاربده.